بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم راح ندير لكم فيديو فيما يخص المنتج هذا. هذا راهو خاص بالقصير تاع المحركات تاع السيارات، كي يولي الزيت تاعهم مبسخ تقدروا تسعلوا المنتج. وكاين ومانيش نهضر على هذه النعد بالذات، كان بزاف انعاد في رامه لهنايا، هذا الاكل يخدموا خدمه فريده. كما هذو اللي هنايا راهم تاع لي ناقو لي زنجكتور، بصح فيهم اركات او منتج اللي هو ينقي المحرك من داخل. خوتي راح نبداو الساعة، هل هذا المنتج اللي ينقي المحرك مليح او لا، وضار بالمحرك او لا؟ هذو زوز اسئله اللي ديما المشتركين تاع غادات حميد ميكانيكي يسالوني عليهم، ما لا راح نجاوبكم في هذا الفيديو عليه. اولا، هذا المنتج لنقي المحركات شي جميل، ما كانش كيف ومليح، وننصحكم باش تستعملوه. لا لاحظتوا بلي المحرك تاعكم بلي زيت تاعو عاد موسخ بزاف واكحل بزاف، تقدروا ديروه، بصح موش تستمروا كل ساعه ديروه. هذا راه يجي خطره في 6 اشهر او خطره في العام برك، موش كل ساعه ديروه. وكما قلت لكم النعت تقدروا ديروه لي كومولي، كاين في التوتال، كاين في الفاكوم، كاين في بزاف ماركات. هذا المنتج اللي وراكم فيه راهو قديم بزاف، راهو عنده تقريبا 15 سنه. ستا برودوي بروفيسيونيل. واش راح ننبهكم باللي المحركات القدم ماذا بكم ما ديرولوش هذا المنتج، راهو العوض اللي باش ينفعوا راهو راح يضر. اول حاجه هو مليح، راح ينقي المحرك من هذاك الاوساخ اللي تتراكم الداخل، وهذا راهو اكل ناتج على الزيت ذو جودة غير جيدة. هذه واحدة. كون جيت من النهار الأول ديروا زيت مليح، المحرك تاعكم ما يوسخش الداخل. وديما راني نحذر فيكم ونقول لكم ما ديروش زيت لي تاع البتية، خاطرش غادر تكون مغشوشة. ديروا زيت الكاشتي، وديما ديروا زيت سنتيتيك، خاطرش السنتيتيك راهي عاقبه في لابوراتوار، وراني درت فيديوهات عليها وقلت لكم هاي النتيجه تاعها، وهاي واش تعمل في المحرك. تقدروا تشوفوا الفيديو راهي مفصله حبه حبه. دوكا نرجعوا للمنتج هذا، وانا وعلاه درتو، وهذا اكل على واحد السيد راه حط فيديو في فيسبوك ويوري، دار واحد زوز مقاطع تاع فيديو يوري في واحد المحرك تاع شيفرولي افيو بنزين، دار مقطع تاع فيديو يوري فيه المحرك تاعو كيفاش ممسخ، ومن بعد يقول هاني نقيتو، ويزيد يوري مقطع اخر تاع الفيديو كي بعد ما دار هذا المنتج اللي ينقي المحرك. درك نوريه لكم، اعطوني رايكم في النتيجه. شوفوا لهنايا، هاو المحرك تاعو تاع شيفرولي افيو كي كان ممسخ على حساب اقواله. دركا نشوفوا في الفيديو الاخرى كي نقاه. خاوتي لهنايا كما راكم تشوفوا راهو صح الزيت راح، ما كانش بصح الوسخ الاكحل هذاك راهو لاصق حتى في لي كام تاع كما راكم تشوفوا لهنا في تاع الرباكار، ما على حساب رايي ما كانش نتيجه. وانتم وشنو هو رايكم خوتي؟ ان شاء الله راكم شفتوا هذا المقاطع تاع الفيديو تاع السيد. هذا الفيديو ركز عليها بزاف المالين الشيفرولي افيو، حذاري ديروا هذا المنتج، وحذاري تنقوا المحرك تاعكم بهذا المنتج هذا او الاخرين. المحرك تاع الشيفرولي افيو راهو حساس بزاف،
وعلى بالكم كتشن منكم اللي ما يكلمني وكان اللي حطوا حتى في فيسبوك يقولوا راو عادت اللامبة المؤشر تاع لامبة زيت تشعل في الخبول في الرالون تعود تترمش وكي تدوسوا على دواسة البنزين تطفى. خوتي لصالكم هذا الشيء نحذركم بلاكم ديروا صيانة عامة تاع المحرك ما ديروش ريفيزيون جينيرال خلوها اصبروا حتى تخدموا المحرك تاعكم ليه خطاش قلت واحد يسلوا هذا المشكل تاع اللابا تاع الزيت ترمش ويروح يدير ريفيزيون وكان هاني درت فيديوهات وحتى مالين السيارات اللي نصحتكم وقلت لهم ما ديروش ريفيزيون ما خذوش رايي ونهار تاني طاحوا في الفخ وقاعده خسروا تقريبا 14 15 مليون والمحرك تاعهم قاعد في الرالونتي في الخمول لامبا ترمش. هذا من جهه. هذا خاوتي واش رايح يدير والله كما هذا راح ينقل لكم الغنوات تاع الزيت كذا تاع الزيت وراح ينظفوا من مضخه الزيت حتى اللي زربه كامل فوق وما يخفاش على بالكم باللي الزيت واش يدير راه يدير غشاوه راه يدير واحد الفيلم ما بينه وما بين الغطاء اللي فيه الانحكاك مثال كما الفيلبركان او لي زارباكان هباكم باللي يدوروا وهذاك الدوران راح يسخنهم وراح يتلفهم الزيت زيت سنتيتيك راه هي اللي تحافظ عليهم ما تخليش الحديد يحك في الحديد راه يجي بيناتها وهذا واش يدير راه راح ينحي هذاك الفيلم الغشاوه هذيك راح ينحيها ولا نقاها راه راح لابط الزيت تعود تسينيال المؤشر تاع الزيت في الطابلو دبور داخل السياره يعود يرمش ويعود يشعل وراح يقلع لكم وقادرين تخسروا خساره كبيره ومن بعد المحرك يبقى يسينيال. هذا خوتي هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. قلت في الاخير ان شاء الله استفدتم من هذه الفيديو بسيطه ونقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناه حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله.